قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. التحاق موسوفا بمعسكر الوداد بمراكش. يلتحق التنزاني سيمون موسوفا معسكر الوداد الرياضي لكرة القدم غدا الاثنين بعد وجود صعوبات في العودة إلى الدار البيضاء بسبب المشاكل التي تعرفها حركة الطيران نتيجة فيروس كورونا. وكشف مصدر مسؤول أن الوداد الرياضي لكرة القدم كثف اتصالاته لتأمين عودة سيمون موسوفا من تنزانيا التي سافر إليها لمشاركة مع منتخب بلاده في مباراته ضد تونس برسم تصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم، غير أنه وجد صعوبة في العودة إلى الدار البيضاء لعدم وجود رحلات مباشرة بين المغرب وتنزانيا. يشار إلى أن معسكر الوداد البيضاوي لكرة القدم يعرف غياب عدد من اللاعبين على غرار يحيى جبران ووليد الكرتي وأيوب الكعبي لالتزاماتهم بالمشاركة مع المنتخب المغربي في معسكر للمحليين وكازادي وقباقبو والبهجة وكذلك عبد اللطيف نصير وأيوب المدن الذين أضحوا خارج حسابات فوزي البنزرتي. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.